الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي والتشبث بالأمل نعبر كل هذه الأزمات الصعبة، وعلى رأسها أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وكل الأزمات التي يعاني منها العراق. اليوم ليس ككل الأيام، اليوم ذكرى ثورة 25 من أكتوبر. هذه الثورة التي قدمت للعالم صور جديدة للثورة والتظاهر والاحتجاج والاعتصام السلمي للمطالبة بالحقوق. اليوم نفس الشيء، يعني كان الكثير يعتقد أن الثورة لن تعود كما كانت، لكن مثل ما شاهدنا العديد من الصور ومقاطع الفيديو من كل محافظات العراق، كيف هتف الجميع باسم العراق، وكيف رفعوا الأعلام العراقية شعار العراق وفقط، شلون توحدنا من جديد من أجل نيل المطالب. المطالب مو واحدة واثنين وعشرة، بالمئات، كل واحد عنده مشكلة خاصة، لكن احنا كنا يجمعنا انه احنا وطننا مسلوب من عندنا، ما عندنا حقوق، ولذلك لازلنا وسنبقى نطالب بهذه الحقوق حتى ننال. والشعوب اللي راح تبقى ساكتة وراضخة للأمر الواقع لن تنال حقوقها. الحقوق تنتزع، وبهذه الطريقة وبالتظاهر السلمي وبالاحتجاج السلمي احنا نستطيع ان نأخذ حقوقنا اللي هي لازم من زمان احنا ماخذيها. تحية لكل أبطالنا في كل مكان، سواء من الشعب الذي كان ولا زال مسالما، وللقوات الأمنية اللي حافظوا على السلمية وكان هناك تعاون ويد واحدة. شكرا لكل هذه المحبة، شكرا لكل هذا الانتماء للوطن، شكرا اللي تحسسونا انه احنا منتمين الى الوطن قلبا وقالبا. اليوم عندنا طبعا أكيد مروراً بذكرى 25 أكتوبر السنة الأولى، أكيد عندنا استذكار لهذه الثورة العظيمة، وعندنا مجموعة من القضايا أنا ورأفت نوصلها إن شاء الله للجهات المختصة حتى يتم حلها، لأن هذه ضرورية، هذه ضمن الحقوق اللي إحنا نطالب بها، فلذلك أكيد ما راح ننساها. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية، وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، أكيد راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة. وقبل الرفاصل فاصل، لأنه مثل ما عودناكم في كل حلقة نقول لازم نوحد الدعاء من أجل المرضى الراقدين داخل المستشفيات العراقية، ومنهم الجرحى الذين سقطوا منذ تشرين الماضي والأحد هذه اللحظة، وأيضا ندعو بالرحمة والخلود لكل شهدائنا الأبرار، وأيضا لضحايا فيروس كورونا اللي خلانا نخسر الكثير من الأرواح. وتحية حب واحترام لكل أبناء الجيش الأبيض الباسل اللي بعدهم لحد هذه اللحظة مقاومين وحتى ينقذون ما تبقى من أرواح العراقيين داخل المستشفيات العراقية. ما ننسى قواتنا الأمنية البطلة اللي أيضا اليوم هي يقع على عاتقها حمل كبير جدا بحماية أمن التظاهرات والابتعاد عن كل ما يسيء لسمعة العراق، سواء إذا كان داخل ساحات التظاهر أو خارج هذه الساحات العظيمة اللي أثبتت للعالم أجمع أن العراق واحد موحد، وعراق قادم نحو مستقبل أفضل بسواعد الأبطال العراقيين، منهم أبطال ساحات التظاهر وأيضا أبطال القوات الأمنية الباسلة اللي موجودة واللي لحد هذه اللحظة أيضا واقفة حتى أنه تحمي كل شبابنا. اليوم هذه الذكرى العظيمة، اليوم يوم فرح وابتهالات كبيرة جدا بالنسبة لكل العراقيين اللي شاركوا واللي ساندوا واللي دعموا هذه الثورة البطلة اللي غيرت صورة العراقي أمام العالم أجمع. ما ننسى أنه احنا عندنا شهداء، وفي كل يوم على مدى السنة الماضية نترحم لهم وندعو لهم بالرحمة، لكن أيضا بدماء هؤلاء الشهداء أنه احنا بعدنا مصرين على تحقيق المطالب، وإن شاء الله نوصل إلها، والأيام القادمة تنتهي كل هذه الأزمات اللي احنا نعيشها، وعلى رأسها الأزمة الصحية ومن ثم الأزمة الاقتصادية. والأفضل بالنسبة لي أنه نحل الأزمة الاقتصادية أولا، لأنه إذا حليناها راح نحل كل بقية الأزمات اللي موجودة في العراق. فتحية حب واحترام لكل أبطال ثورة تشرين. نروح فاصل وبعدها نرجع لكم مباشرة. طيب
خليه احنا بس نذكركم بتليجرام الظاهر الرقم الظاهر اسفل الشاشه اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم. دائما نقول احنا رساله بها التفاصيل العنوان كامل والتفاصيل بشكل كامل، ولازم يكون هناك مجموعه صور او مقطع فيديو او كتب رسميه تخص القضيه. اي رساله تكون مبهمه من غير تفاصيل راح يتم اهمالها، فلذلك يعني نتمنى انه يكون هناك تعاون بهذه القضيه. اختصارا للوقت يا ريت تدزونا رساله بها التفاصيل وصور ومقطع فيديو او كتب رسميه. ايضا نذكر انه احنا كورونا لا زالت مستمره، فاحنا نطالب ايضا من المتظاهرين، وانا شفت اليوم العديد لابسين كمامات وياهم معقمات وتم توزيعها ايضا، بس احنا نتمنى انه شبابنا يلتزم بقدر الامكان بموضوع يعني التباعد الاجتماعي مستحيل مع ثوره مع ناس بصف ناس تعرفون يعني راح يكون ازدحام، لكن ضروري ان يكون هناك التزام بالكمامات والمعقمات قدر الامكان حتى احنا نتفادى استمرار الاصابه وانتشارها بين الناس. والناس اللي جاي تطلع احنا يعني من نحكي الناس طالعه اصلا للاسواق وللمولات بشكل طبيعي جدا، للاسف العتب على الناس اللي هي تعتبر من ضمن المشاهير، احنا ما راح نقول المعروفين، المعروفين تختلف، المشاهير اللي صاروا على مواقع التواصل الاجتماعي يفترون دون كمامات وهم بالتجمعات، وهذا يعني انتم قدوه للكثير من الناس اللي يتابعوكم، المفروض يكون لكم دور ايضا، فالناس ما لكم علاقه، انت اطلع لا تعتقد انه هو من لانهم طلعوا باشر عقبه ذا هم موظفهم عندهم فلوس ممكن يشافون نفسهم، لكن انت يا عزيزي من الممكن تتمرض وما تلقى حتى الاكسجين، فدير بالك على نفسك، لازم من تطلع يعني للمكان المضطر تطلع له بكمامتك بمعقماتك، والتباعد الاجتماعي ضروري جدا، فيا ريت الناس ايضا تنتبه لهذه القضيه. كورونا ما انتهت، بالعكس رجعت بقوه لكثير من الدول ومن ضمنها العراق، اللي احنا مو رجعت بقوه وانما هي عندنا موجوده بقوه، احنا اعلى معدلات بالاصابات والوفيات، وفرحانين وزاره الصحه تقول بالشفاء، ما طبعا راح يكون الشفاء نسبه وتناسب مع عدد الإصابة، لكن الكارثة بالوفيات أن نكون إحنا أعلى معدل، في حين المفروض أنه العراق اللي محافظ على نفسه المفروض أنه يكون هو أقل معدل، أو على الأقل وصلنا للذروة ونزلنا، إحنا حاليا بعدنا بالذروة وما أعرف يمتى رح ننزل ويعني الأعداد تبدي تتناقص، فلذلك دير بالكم من كورونا. أيضا من ضمن الأمور اللي نذكر بها كل يوم، ويمكن أكو حلقات نتيجة ضغط المواضيع ننساها، موضوع أكتوبر الوردي، طالما إحنا تقريبا بالخمس ست أيام الأخيرة لا تنسون إحنا يعني في هذا الشهر الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إحنا نشارك ضمن الحملة العالمية للكشف المبكر عنه، نتمنى من كل نسائنا اللي ما راحت فحصت نتمنى أن يتم الفحص، نتمنى من البنات اللي ما يعرفوا موضوع الفحص أيضا يدخلون على كثير من المواقع الصحية، كثير من الأطباء منزلين كثير من البرامج، كثير من المواضيع الخاصة بهذا الموضوع كيفية الفحص، حتى على الأقل نقلل النسبة، احنا ايضا من ضمن البلدان الاعلى نسبة بالاصابة بسرطان الثدي، وبالتالي المرأة تخضع للكثير، احنا اصلا ما عندنا علاجات، فاكو غير بلدان من الممكن انه تتلاحق على نفسها العلاجات، التغذية الزينة، احنا هنا ما عندنا علاجات، فليش انت تدخلين بهاي المرمرة او المعاناة؟ يا ريت انه يكون هناك كشف مبكر من قبلنا، من قبل كثير من النساء، حتى احنا على الاقل نقلل النسبه وبالتالي تحافظين على صحتك، هاي اهم المواضيع اللي تقريبا احنا يوميا نحكي بيها، فلذلك اتمنى انه الناس ايضا تتعاون ويانا بهذا الموضوع، انه هذا الحكي اللي نحكيه بالبدايه ويروح تقريبا خمس دقائق انه تستفاد منه ويكون له صدى عند من يتابعنا ويشاهدنا، لانه الوعي كلش مهم بهذا الموضوع. والوعي مهم جدا، لكن خاصه في مثل هذه الايام انه احنا نمر في وضع صحي خطر جدا للغايه، لانه البنى التحتيه بالمؤسسات الصحيه انهارت من الشمال الى الجنوب وحتى في العاصمه بغداد، احنا اليوم من نطلب من الناس انه تروح تسوي الفحص المبكر لسرطان الثدي، من المفروض انه الحكومه توفر كل هذه المراكز وتستقبل كل الناس اللي تحاول تفحص اذا كانوا من النساء واللي هم غالبيه او الرجال اللي هم اعداد قليله جدا، وللاسف انه احنا بالعراق ما عندنا انه هذه الثقافه انه الرجل لازم انه يروح يفحص هذا الفحص الدوري الخاص بسرطان الثدي، لانه احنا نرجع ونقول انه اكو اعداد كبيره انه تصاب بسرطان الثدي وخاصه من الرجال ونسبه مو قليله، يعني وفيات تتجاوز ال 4000 سنويا في كل دول العالم، وهذا الرقم ايضا مهين، فعلينا الالتزام بشكل جيد وحتى نوجه او حتى نكون ورقه ضغط على المؤسسه الصحيه من اجل افتتاح مثل هذه المراكز الخاصه بهذه الامراض اللي هي موجوده على مدار السنه باكملها، لكن شهر اكتوبر يخصص
للتوعية فقط. أما بما يخص موضوع كورونا فإحنا نرجع ونقول أن الواقع الصحي بالعراق هو مرر جدا نتيجة التراكم الكبير بالإهمال للبنى التحتية اللي بدأ منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة ما شاهدنا مستشفى جديد انفتح ولا شاهدنا مستشفيات أنه يعني عادوا تأهيل البنى التحتية مالتها. قبل أيام أنه انثار موضوع لأحد المسؤولين العراقيين أنه قال أنه أكو مستشفى الأمريكي اللي هو موجود داخل مطار بغداد الدولي اللي السيد الوزير في وقته طلب أنه هذه المستشفى تجهز بأجهزة جديدة وحديثة. راحوا الجماعة اللي بين قوسين اللي هم الحبربشية اللي هم دائما ما يسقطون كل القادات اللي أعلى من عندهم بسبب تصرفاتهم وبسبب التملق اللي موجود داخل هذه الطبقة يرحون واشتروا أجهزة وكذا، لكن من جابوا الأجهزة ونصبوهن بالتالي طلعت إنه هذه الأجهزة مستأجرة. بعدها قاموا بحرق البناية بأكملها حتى يرجعون كل هذه الأجهزة ويقولوا للسيد الوزير أنه ترى المبالغ اللي صرفناها كلها نتيجة أو كلها راحت بسبب هذا الحريق. هذه الفساد او هذه ظواهر الفساد او صور الفساد اللي موجوده في كل مفاصل الدوله، علينا انه نتخلص منها حتى نقدر نبني واقع صحي قوي متين جدا. ولهذا انه ثوره تشرين الكبيره او العظيمه اللي طلعت في عام 2019 كانت من احدى مطالب تغيير الواقع الخدمه اللي احنا كنا نعاني من عنده، ولحد هذه اللحظه انه تظاهرات مستمره ونفس المطالب موجوده ونفس الهتافات اللي هتفناها في عام 2019 نهتفن واحنا في اكتوبر 2020. وهذه القضيه المفروض انه تنتهي منذ عده اشهر وترجع الوضع طبيعي او يرجع الوضع طبيعي وكل المطالب انه تتحقق وتوفر ويرجع الحقوق او يرجع الحق لكل اصحابه اللي كانوا يطالبون به من بغداد الى بقيه المحافظات المنتفضه. هذه الانتفاضه او هذه الثوره الكبيره العظيمه اللي علمتنا دروس من الصبر من الشجاعه من تغيير هذه الرؤيه اللي كان العالم ينظر لنا برؤيه ممكن انه صغيره بسبب الاهمال الحكومه اللي موجوده او بسبب عدم احترام هيبه الدوله وقانون الدوله، لكن احنا عندنا شباب ابطال برزوا وطالبوا بحقوقهم وخلوا كل العالم يلتفت لكل هذه المطالب. احنا اليوم عندنا شباب بعدهم لحد هذه اللحظه داخل المستشفيات، وقبل فتره ايضا والبارحه هم ذكرناها انه الحكومه الحاليه انه ذكرت وتكفلت هذا الملف وقالت انه احنا كلهم راح نعالجهم. اليوم من ضمن الاستذكار او من ضمن الاحتفال بانطلاق ذكرى ثوره تشرين الاولى انه كان احد الشباب اللي هو مصاب بغاز مسيل للدموع او هذه القنينه اللي تصاب اللي ينضرب بها الوجه، انه كان يبكي ويقول انا لو اعزب افضل لانه هسه بهذه الحاله انه انا فقدت وجهي ومرتي وابني ومرتي وبنتي، يعني ما اعرف من شلون ينظروا لي بسبب هذا الوضع. يعني احنا عندنا كثير من المستشفيات وعندنا كثير من الكفاءات وخاصه ما شاء الله انه عندنا مراكز تجميل صارت كل شيء هواي بالعراق. هذه المراكز في بادئ الامر من انطلقت الثوره بداوا انه يعلنون انه احنا نتكفل بعلاج فلاني، احنا نسوي عمليات تجميل، احنا نسوي كذا، احنا نسوي كذا، لكن مجرد ما انه الناس تبدا تنشر وتروج لي الاعلان اللي هم عرضوه وراها يقومون ما يجابون الناس. فاحنا عندنا شباب اليوم خسروا الكثير من شبابهم، يعني شبابهم راح من خلال الحضور الوجه الوسامة اللي كانوا يحملوها بسبب الغاز المسيل للدموع أو بسبب خسارة أحد أطرافهم سواء إذا كانت الرجل أو اللي نتمناه من الحكومة العراقية في هذه الذكرى العظيمة أنه نرجع ننطي حقوق شبابنا ونرجع ننطيهم شبابهم اللي فقدوه بسبب الغاز المسيل للدموع. طيب احنا اليوم مو بس في بغداد وانما كل المحافظات كانت منذ البارحه كان هناك استعداد كبير، لكن الانطلاقه الكبرى طبعا هي في ساحه التحرير. اجمل شيء ان الجميع شارك بهذه التظاهرات، الكل رفع العلم العراقي، استذكار لصور الشهداء ايضا تم رفعها، احنا عندنا اكثر من 700 شهيد، احنا عندنا اكثر من 20,000 جريح، كان هناك هتاف واحد للنشيد الوطني، لكن للاسف لحد الان الجيوش الالكترونيه مستمره، لحد الان هناك بعض الشعب يعني جزء وقل قليله تعتبر ان هؤلاء الشباب مدفوعين، هذول ما يحتاجون يعني مو صغار مو اطفال، الطفل انت هسه الطفل العراقي لا يمكن ان تدفعه وتقشمره، ترى هذول اكثر من عمرهم اكثر من 18 سنه، عندهم عقول يعني هم ما يقبلون حتى انه واحد يقول هم يعني احد دافعهم، احد محرضهم، هذول من يمهم من الضيم دفعهم، القهر دفعهم، الاحساس
انه هذا الوطن مسلوب هو اللي دفعهم، ما يحتاجون انه احد يحرضهم، لا محتاجين. الدول الثانيه ترى عايشه، الناس اللي تفكر انه هناك دول سفارات، هذول كل من لاهي بضيمه او لاهين بمشاريعهم وافكارهم شلون ينمون اوطانهم. احنا هذا هاي الخدعه اللي خدعوها بعض الاحزاب التي تستمر بنهب هذا الوطن، قدروا يزرعوها في بعض الناس اللي ما عرفوا شلون متقشمره وتحس انه كان الوضع طبيعي. لا الوضع كان طبيعي ولا هسه طبيعي، واحنا بلدنا مسلوب. الوضع الامني او الوضع الاقتصادي اثر على الامني، وجاي تشوفون احنا في البيت الواحد جاي يصير جرائم لا تعقل، واحنا جاي نستغرب ومتعجبين ليش؟ لانه وضعنا الاقتصادي اثر بكثير على نفسيتنا وعلى وضعنا. هذول الشباب اللي طلعوا سواء العام او هالسنه ما محتاجين، يعني بما عمرهم يكفي انه هو يطلعهم بارادتهم وبتفكيرهم انهم يردون يغيرون الواقع. والحلو والجميل انهم ما طلعوا من اجل نفسهم بس، وانما طلعوا قالوا للاجيال القادمه احنا لازم هسه نزرع شيء صحيح حتى يحصدوه على الاقل، لانه احنا من فتحنا عيننا هذول اغلبهم اللي العشرينات هم من فتحوا عينهم فتحوا على حروب وحصار ووضع ماساوي، فيقول لك احنا على الاقل اولادنا واحفادنا يعيشون بوضع زين. فلاني اتمناه بشكل عام، اذا انت كنت مؤيد للثوره ومؤيد لمطالب الثوره، اما تشاركهم بالنزول الساحه او تقول كلمه حسنه، وانت تنشر ايضا العلم العراقي والشعارات والمطالب، ما متعدين على غير شيء. لكن اذا انت كنت شاك بيها وما عاجبك وما قادر لا تنزل ولا تكتب كلمه طيبه، اسكت. يعني الصمت احيانا يكون السكوت هو من ذهب. فاتمنى انه انت ما تسقط ابن بلدك ولا تحرض ابن بلدك، ولا حتى اللي عايش خارج العراق اكو كم قسم هناك اللي ممكن قد تكون عنده اجندات، اللي يقول اقتحموا وخرغوا وكسروا ما عليكم به. واعتقد المتظاهرين وهؤلاء الثوار هم اكبر واكثر وعي من ان يسمعون كلام احد، هم شعارهم السلميه والدليل انهم طالعين بالعلم العراقي، ولذلك انا وياهم اليوم مثل ما كنا العام العلم العراقي اللي موجود في هذا القلم استذكارا لهذه الثوره. اليوم احنا ننتمي لهم قلبا وقالبا، اللي ترى المطالب هي مطالب مشروعه، مطالبين قصور من ذهب، ولا قالوا نريد احنا نشارك الحكومه بالسلطه ولا طلبوا هذه المطالب. كل ما ارادوا انه احنا نعيش بامن وسلام وهدوء واستقرار، وانتجي حكومه ما تسرقنا وتسرق اعمارنا، وانما تبني تعمر تخدم. وانا متاكده اذا الحكومه تنطي وتوفر ولو جزء بسيط، يعني بالبدايه انا متاكده انه كل الشعب راح يكون مع هذه الحكومه، مثل ما العالم والاوطان من يشوفون ان الحكومه انطتهم الشعب راح يتضامن وبالعكس يتعاون اكثر. فلذلك تحيه للثوار، تحيه لشبابنا الواعي، تحيه لكل من يحاول انه يسد الفراغ. شفت هناك تعاون ما بينه وبين القوات الامنيه، كان هناك بعض المندسين لكن الحمد لله قدروا يسيطرون. احنا هذه الثورات في كل العالم بيها يكون تضحيات، لكن احنا نتمنى انه نكون على قدر كبير من الوعي من الجانبين. لكن انا يعني شفت من يوم امس كان هناك ايضا تحايا كبيره وشعارات كبيره من القوات الامنيه، ان شاء الله نبقى على هذا المنوال بالهدوء والسكينه واعلاء صوت العراق والوحده. نشوف مقطع احنا جزء جانب هالش دقائق من الساعات الطويله منذ البارحه الى اليوم، كانت هتافات وحده وشعار واحد وهو العراق وايضا علم العراق. Yeah.
شعور لا يوصف واحد من يشوف أو يسمع النشيد الوطني بهذه الحماسة وبهذه الحب، شعور لا يوصف من تشوف أنت الجميع متكاتف ويرفع علم العراق وهو ينسى أنه هو منين وشنو، لا طائفة ولا عنصرية ولا أنا كبير وأنا صغير. أنا شفت كثير من كبار السن كتبوا على مواقعهم اللي ما قدروا ينزلون أنه إحنا تعلمنا من جيل التسعينات والألفين دروس قيمة وعظيمة. شكرا لهذه الوحدة وهذا التعاون وهذا التذكير أنه إحنا شعب واحد. أحيانا أنا حكيتها من العام، يمكن كنا نقول إحنا شعب جبان، إحنا نخاف، إحنا ما طلعنا، إحنا ما حكينا. أنتوا أثبتوا للعالم، يعني صارت ثورة تشرين يضرب بها المثل وتذكر. انا يعني متاكده 100% للاجيال القادمه راح تبقى تذكر لانه مختلفه كقصص وعبر. لانه مختلفه لو صح. نراجع كل الثورات اللي موجوده بالعالم من زمان ولحد هذه اللحظه تلقين انه بها مظاهر العنف بشكل كبير، ما بها اشياء ايجابيه الا الوحيده، يعني من جانب الشعب قصدك، من جانب الشعب الا الوحيده ثوره تشرين العام بها بازارات صارت صح. بها مساعدات، بها صح. مكاتب للقراءه، بها تعاون، بها دروس تثقيف، رسم وفن وشعر، الجرافيتي اللي موجود بالانفاق وبالجسور صح. كثير من الاشياء الايجابيه حتى انه يعني خلت يعني ولدت لنا جيل بالتصوير هو محترف، بدوا انه يصنعون افلام، بدوا يسوون اغاني، بدوا انه يصورون فيديو كليبات داخل هذه الساحه. فلهذا انه هي ثوره تشرين اعتبرها انه ثوره مختلفة بشكل كبير جدا، صارت بها مظاهر عنف، والمظاهر العنف انه هذه خلتنا نخسر الكثير من شبابنا بعمر الورود، لكن انه ما ننسى انه تعلمنا من عندها الكثير من الاشياء الايجابيه اللي لحد هذه اللحظه انه يوميا نتذكرها، ويمكن حتى على مدى الاجيال القادمه راح يتذكروها وراح يتذكرون منجزات تشرين اللي هي المفروض انه الان تطبق على ارض الواقع، لكن نتمنى في الأيام القادمة هذه المنجزات أنه تكون حقيقية وتكون مطبقة على أرض الواقع. لكن عندي حكاية للناس اللي هم يحاولون يسقطون هذه الثورة أو يسيئون لكل الناس اللي ظهرت حتى تطالب بحقوقها المشروعة. لو أحد من منطقتك باق من عندك دبة غاز مو يصير عليها كاتل ومقتول، فشلون بالحكومة أو شلون بالناس اللي تسلموا الحكم بالعراق على مدى 17 سنة وهم يبقون بخيراتك، يبقون بفلوس النفط، يبقون بثرواتك، باقوا يعني حضارة عمرها أكثر من 7000 سنة، فشو تريد تسوي له مثلا؟ المفروض أنه احنا نكون كنا إيد واحدة ونكون كنا قلب واحد ولسان واحد حتى نطلع ونقول للناس أنه ترى أنه احنا لازم نكون موجودين حتى أنه نطالب بحقوقنا المشروعة واللي هي من واجب الحكومة توفر لنا كل ما نطلبه حتى نعيش في سعادة وفي أيام مليئة بالمسرات والتفاؤل والسلام. ننتقل من ثورة تشرين، أكيد إحنا منعوفة إنه ثورة تشرين هي موجودة مثل نبض القلب عند كل عراقي شريف غيور يحب بلده، لكن نروح لمواضيعنا الأخرى، وأكيد إنه وقت معاناة كبيرة جدا في كل المحافظات العراقية. نتمنى إنه هذه الأضواء اللي نسلطها على هذه المعاناة إنه تصل للجهات المعنية من أجل حلها، والرسالة القادمة أو الموضوع القادم هو رسالة إلى السيد وزير الموارد المائية أو دوائر الماء اللي موجودة في كل المحافظات العراقية وعلى رأسها محافظة كربلاء اللي تعاني معاناة بشكل كبير بسبب إغلاق أغلب الأنهر اللي موجودة في هذه المحافظة بسبب انتشار زهرة النيل. زهرة النيل موسمية، والعام الماضي أيضا تحدثنا عليها بشكل مفصل، وأكثر من تقرير وأكثر من محافظة أيضا كانت عندهم نفس المعاناة. وإحنا بدون كل شيء أنه عندنا حرب مياه وعندنا نقص بمنسوب المياه اللي موجودة سواء إذا كانت في نهر دجلة أو الفرات، فوجود زهرة النيل أيضا راح يسبب لنا جفاف أكثر بهذه الأنهر. فعلى الجهات المعنية أنه اقتلاعها بشكل جيد حتى أنه نتخلص من عدها والمياه تكون موجودة بشكل مستمر في كل الأنهر حتى توصل لكل المناطق وخاصة للأماكن الزراعية. احنا محافظة كربلاء قضاء الهندية أطواريج، احنا بساتين على شط الفرات على الجروف مستفيدين من الفلاحة، وهسه بالوقت الحالي المي شح عندنا قليل بسبب زهرة النيل جاي تستهلك المي أكثر من اللازم. إحنا ما مستفادين، عندنا جيعانة يبست نشفت، نطلب من الحكومة تنظيف الفرات. بالنسبة لزهرة النيل، زهرة النيل ظهرت بآخر 3 سنوات، كانت قبل ما موجودة. مساوئها كثيرة، مساوئها من حيث الرواء الزرع، من حيث الفلاح، من حيث المكان، من حيث سرعة انتشارها.
انه هاي زاره النيل يعني اعتبرها انه انا سرطان للانهر، فارجو من الحكومه وضع كافه التدابير وازاله زهره النيل من مكانها. زهرة النيل أثرت علينا بالنسبة للمي، وجاي ينسد الشط، كل ما جاله جاي ينسد الشط يعني بيها زين، وما جاي يسوون علاج إلها. هاي الشغلات مثل ما تشوفون نهر الفرات حاليا منتشرة به هذه النبتة زهرة النيل. هاي النبتة حسب ما يقولون الخبراء نبتة تستهلك كميات كبيرة من الماء، يعني تعيق الزراعة وتعيق حتى الإنسان باعتبارها مستهلكة للماء، أضافة إلى عرقلة المياه للمناطق الجنوبية. نرجو من الحكومة توجه آليات ولجان أو هيئات تسرع بتنظيف النهر حتى نقدر نسقي البساتين، باعتبارها هاي البساتين قريبة على ضفاف أنهار الفرات تسقي بالواسطة. زهرة النيل تواجدها خطر كلش كبير على الأنهر العراقية، وبسبب تواجدها أيضا ممكن أن نتعرض لأزمة جفاف الأنهر بشكل كبير ومستمر على مدى الأيام القادمة إذا ما تلحقت كل الجهات المعنية بقلعها وإزالتها من الأنهر حتى أن توصل المياه اللي تأخذها هذه زهرة النيل للمزارع مالتنا. أفضل ما أنه تبقى لزهرة النيل، وهذه زهرة النيل معروف عنها أنه كل نبتة معروف أنه كم لتر من الماء أنه تأخذ يوميا، فهذه مشكلة على وزارة الموارد المائية أيضا أنه تدقق بها وتوجه الجهات المعنية حتى يبدون بإزالة هذه الزهرة من الأنهر وخاصة من نهر الفرات في منطقة كربلاء، لأنه إحنا دائما ما نحكي نقول ليش المحصول الزراعي بالعراق أنه هو قليل جدا، بس من نجي وندقق بهذه المواضيع نلقى المياه قليلة جدا، البذور ما متواجدة، الدعم من الحكومة ماكو، ولهذا أنه إحنا كل اعتمادنا على المستورد. لو نوفر هذا الدعم للفلاح العراقي ما كان اعتمادنا على المستورد، فهلا هلا بالفلاحين والمزارعين اللي موجودين. ويا وزارة الموارد المائية هلا هلا بالمواطن العراقي الفقير، شوية اعتنوا بالأنهر لأنه عندنا نهرين كلش مهمين اللي هم دجلة والفرات، فحافظوا عليهن وحافظوا على المياه اللي موجودة بهن، لأنه احنا يمكن مستقبلا ما راح نشوف هذه الأنهر مليئة أو لمنسوبها المائي الصحيح مثل ما موجود في كل أنهر العالم. زين خلينا احنا نروح الى نينوى وموضوع طرحناه قبل فتره، لكن رجعوا ارسلوه مره اخرى لانه ما صار به حل، واحنا نتمنى انه يكون هناك. ارجع واقول ان هذا الموضوع يحتاج الى قبل الشتاء لازم يكون هناك حمله كبرى من قبل الجهات المعنيه والناس ايضا من اجل تنظيف الشوارع والمجاري الرئيسيه قبل الشتاء، مو تقولون بعدين ما قلنا ونسينا. هاي احنا جايين نقول لكم ترى الشتاء ما يجي فجاه ولا المطر ينزل وتنصدمون، جاي الشتاء بمعنى انه لازم راح يكون هناك امطار وانسداد بالمجاري الرئيسيه. وصلت لنا احنا شكوى نفسها مثل ما قلت لكم قبل شهر تقريبا، احنا عرضناها لكن رجعوا مره ثانيه يقول لك ما صارت نتيجه، ولذلك احنا نطرحها مره اخرى. منطقه او شوارع حي التحرير في نينوى تعاني من النفايات ومن تراكم النفايات بشكل كبير، والناس صورت لنا الحال هناك في طبعا انا متاكده انه نينوى اغلبها اذا مو كلها على هذا الحال، لكن هذه المنطقه الناس يعني اشتكت بشكل كبير، هناك نفايات بشكل اطنان موجوده، البلديه ما جاي تشتغل، انا ارجع واقول لكم الجثث بشكل كبير موجوده في نينوى، جاي شتاء العام اشتكوا من الروائح والامراض، يعني ما اعرف انا البلديه في المفروض انه البلديه هنا اذا ما تقدر الياتها المفروض تناشد المحافظات القريبه عليها، الحكومه المركزيه ترسل اليات وموظفين اختصاص بهاي القضيه حتى ترفع الجثث والانقاض والنفايات من الموصل، لانه تعرفون هسه اكو اعمار حتى لو كان
بشكل شخصي من بعض الناس، هاي المواضيع تأثر بشكل كبير حتى على الإعمار. نتمنى أن يكون هناك التفاتة، راح نشوف مجموعة من الصور أو مقطع الفيديو الخاصة بهذا الموضوع، ونتمنى أن يكون هناك التفاتة سريعة. إحنا نشكر الأهالي اللي بقول متابعين، إن حلت المشكلة يدزونا، ما انحلت يرجعون يقولون ترى ما انحلت المشكلة حتى نعرضها مرة أخرى ونوصلها للجهات المعنية. نتمنى الجهات المعنية تتواصل، تحاول تثبت نفسها، تحلل لقمتها، لأن الناس شنو ذنبها أنه تقعد بالشتاء تعاني المعاناة الكبيرة بسبب طفح المجاري. هذه المزبلة صار طولها 50 متر، هذا الأسبوع الثالث ما حد جاء نظفها بعد ما طلعت أهل المدينة قبل أسبوعين. قصة صارت مال أموال البقر، الغنم، كلاب السايبة، وأبعد بيت عنها 5 متر، وهذا التجاوز أقل من 5 متر، أقل من 5 متر على البيت الثاني. يعني بالإضافة للنفايات مواشي منتشرة، وهي هم في كل أغلب المحافظات اللي تعاني من تكدس النفايات، أكيد راح يكون هناك مواشي، وأكيد راح يكون هناك حشرات، وأكيد هناك الجردان والقطط والكلاب، يعني هذا فشيء طبيعي. نتمنى أن يكون هناك التفاتة، نتمنى إحنا البلدية هناك والدوائر ذات العلاقة أن يكون هناك اهتمام، مو بس بحي التحرير في نينوى، وإنما ببقية المدن سواء في نينوى أو في غير محافظات قبل ما يجي الشتاء. يعني تخيلوا انت يجي الشتاء وتمطر على هاي النفايات، شو راح تصير؟ اكيد هتغلق المجاري الرئيسيه، وبالتالي تطفح الشوارع، ومن يطلعون ارجع هاي خلينا نربطها احنا بالثوره. الثوره طلعت من اجل الاصلاح، من اجل تغيير كل هذه. احنا ما يعني ما يصير انه احنا نطالب برفع النفايات، المفروض انه احنا يوميا الصبح تجي البلديه تشيل النفايات، اكو اماكن مخصصه تروح باماكن الصحيحة بالتمر الصحي الصحيح، مو تنشمر بقطع الأراضي القريبة والناس تحرقها. هاي وحدة من مشاكلنا المفروض أنه من زمان محلولة. من أجل مثل هكذا مشاكل اليوم اللي حكينا بها هي انطلقت الثورة. لذلك احنا نتمنى نرجع ونقول أنه دباكم على نفسكم يعني بقضية كورونا، نرجع ونقول شكرا لشبابنا ولقواتنا الأمنية. نتمنى دائما نكون احنا متوحدين بالكلمة والدعاء من أجل أنه احنا نطلع من هذه الأزمة أو الأزمات حقيقة اللي على مدى 18 سنة وأكثر. ويمتى يعني يا رب نشوف عراقنا بكامل خيراته ووحدته وجماله، والعراق للعراقيين ما نشوفه لغير احد. باكر ان شاء الله نكمل بقيه المواضيع الخاصه بالمدينه واهلها، ودائما يعني ان شاء الله نلتقي على الخير والمحبه والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر في امان الله. اذا وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.